مشاهدينا نرحب بكم ضمن برنامج موضوع اليوم. كشفت نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية أن الحكومة ستعمل على إدماج القطاع غير المهيكل في النظام الضريبي ومراجعة الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من سنة 2024، وتشير تقديرات المؤسسات الوطنية والدولية إلى أن نسبة تتراوح بين 60 و80% من الساكنة النشيطة المشتغلة بالمغرب تزاول أنشطة تندرج ضمن الاقتصاد الغير المنظم حسب تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ووفقا لمنظمة العمل الدولية تمثل العمالة غير المهيكلة 80% من إجمالي العمالة في المغرب، وهو مستوى مرتفع جدا مقارنة ببلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمقدر بحوالي 67%. للتفصيل في هذا الموضوع معنا ضيفا من مراكش عبد الملك مقور، أستاذ الجامعي والمتخصص في قانون الأعمال والاستثمار. أهلا وسهلا بكم أستاذ مقور. شكرا. مرحبا بكم. إذن بداية أستاذ مقور، ما الذي يساهم في ارتفاع الأرقام والمؤشرات المتعلقة بالقطاع غير المهيكل في المغرب مقارنة مع باقي بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟ إذن شكرا على الاستضافة. أهلا بكم ومرحبا من هذا المنبر. أولا إذن نشكر الفريق الوطني يعني الفوز المستحق، ونتمنى له التوفيق إن شاء الله في المباريات القادمة. أكيد. إذن بالنسبة للقطاع غير المهيكل فهو كظاهرة بنيوية يعني نوعا ما معقدة وتطلب محاصرتها وقتا طويلا، حيث كما قلنا يشهد العالم يعني اليوم أزمة مالية حادة تتمثل أساسا في تراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي وانخفاض حجم المبادلات التجارية وكذا الاستثمارات الأجنبية بالخصوص وارتفاع معدلات التضخم إذن والبطالة وما يترتب عن ذلك من انكماش من انكماش اقتصادي ينعكس سلبا على الاقتصاد العالمي وعلى الاقتصاد المغربي بطبيعة الحال، يعني اقتصادية الدول النامية على وجه الخصوص. إذن فالقطاع غير المهيكل كما قلتم يحظى بالاهتمام على الصعيدين العالمي والوطني، حيث أنه يشغل أكثر بكثير يعني من القطاع المنظم يعني الاقتصاد المهيكل. ففي إفريقيا مثلا يشغل القطاع غير المهيكل من 60 إلى 90% مثلا في إفريقيا، وفي أمريكا اللاتينية من 50% إلى 60%، وفي آسيا من 45% بطبيعة الحال إلى 85%، وفي أمريكا مثلا والاتحاد الأوروبي ما بين 25%. إذا الرجوع إلى سؤالكم، هذا تعريف مقتضب عن الاقتصاد غير المهيكل. نعم. إذا رجوعا إلى الجواب عن سؤالكم، بالنسبة للقطاع غير المهيكل يعني له أسباب متعددة بطبيعة الحال، نذكر منها غياب نمو اقتصادي متوازن خصوصا خلال مرحلة التقويم الهيكلي يعني الثمانينيات والتسعينيات، خاصة نتيجة الخوصصة بطبيعة الحال التي عرفها القطاع العام، وكذا الانتقال السريع من اقتصاد الدولة إلى اقتصاد السوق وما ترتب عنه بطبيعة الحال من بطالة وفقر جعل الكثيرين يلجؤون إلى الاقتصاد غير المنظم غير المهيكل كملاذ وحيد للاستمرار في الحياة والعيش وضمان القوت اليومي، إضافة إلى النمو الديمغرافي السريع من البادية إلى الحواضر وما نتج عنه بطبيعة الحال من وفرة لليد العاملة، ويعني كذلك سنوات الجفاف وضعف فرص الشغل، يعني كذلك الهدر المدرسي، يعني نطلب هنا جودة التعليم في هذا الباب ساعد في ارتفاع هذه الظاهرة يعني الاقتصاد غير المهيكل، ولعل أبرز عامل هو عدم إنشاء مناطق صناعية يعني في كل الأقاليم وفي كل يعني المدن لامتصاص البطالة، لامتصاص البطالة وتشجيع المقاولة خصوصا المقاولة الصغيرة جدا لأن هي أساس يعني الاستثمار وأساس المقاول الذاتي بطبيعة الحال كآلية لامتصاص البطالة ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل. طيب. دون أن ننسى الانعكاسات السلبية والفقيرة للظاهرة في القطاع السوق. طيب الظاهرة يعني في تزايد مستمر. يعني في ظل تزايد هذه الظاهرة، والي بنك المغرب تحدث عن كون القطاع غير المهيكل في المغرب يمثل أكثر من 30% من الناتج الداخلي الخام. أي تأثير لهذا القطاع غير المهيكل على النمو في المغرب وعلى الاقتصاد بشكل عام؟ سوف أنطلق يعني من سؤالكم يعني كجواب يعني. تقرير والي بنك المغرب في هذا الباب تحدث والي بنك المغرب عنه، ولكنه لم يطرح الحلول البديلة لمحاربة الاقتصاد غير المهيكل في المغرب، خصوصا أننا نعرف ونعلم أن هذا القطاع يشغل ما يزيد عن 4 ملايين أو 5 ملايين فرد بما فيهم الأطفال فيهم النساء فيهم الرجال إلى غير ذلك، فهو اقتصاد غير مهيكل لا يساهم في خزينة الدولة، لا يساهم في انتعاش
مالية الدولة، لذلك كان يجب بطبيعة الحال عن الفاعلين في هذا الميدان بما فيهم أولا والي بنك المغرب يعني البنك المركزي، وزارة المالية، القطاعات الحكومية يعني الجماعات المحلية، الغرف المهنية يعني الاتحاد العام لمقاولة المغرب يعني مؤسسة يعني مقاولة الحكومة يعني بالنسبة ل يعني المقاولين الشباب، يعني إلى محاربة وإلى إعطاء دينامية للخروج من هذا يعني من هذا المأزق، وهو يعني الاقتصاد غير يعني المهيكل. بطبيعة الحال يجب طرح البدائل، يجب طرح يعني مجموعة من الحلول، لأن هذا القطاع يعني يشغل حوالي 60 إلى 70% من اليد العاملة المغربية، ولا يساهم في التضريب، لا يساهم في انتعاش خزينة يعني خزينة الدولة. لذلك كان من الواجب توجيه نحو تمويل القطاع غير المهيكل. بطبيعة الحال البنوك، بطبيعة الحال البنك المركزي له الرقابة على البنوك، يجب على البنوك يعني أن تتجه نحو تمويل يعني القطاع يعني الغير المهيكل، وخصوصا أنه هناك ميثاق جديد للاستثمار صادق عليه مجلس النواب أخيرا. يعني من هذا المنطلق، من هذا الباب، يجب يعني الأخذ يعني بتفعيل يعني دور البنوك في هذا الباب، ونقله من اقتصاد غير يعني مهيكل إلى مقاول ذاتي، إلى مقاول ذاتي مثلا كخلق أسواق نموذجية، خلق يعني أحياء صناعية في كل المناطق، يعني تمويلهم بالأموال، يعني تكوين يعني مراكز للتكوين المهني من أجل يعني إخراج يد عاملة مؤهلة ومدربة في هذا الميدان، لأنه لا يمكن مثلا للاقتصاد أن يشتغل فيه يعني أكثر من 3 أو 4 مليون شخص يعني في اقتصاد غير منظم. يعني هناك مجموعة من الفاعلين في هذا الميدان يجب عليهم بطبيعة الحال يعني التشاور يعني وعقد اجتماعات وندوات بطبيعة الحال مع جميع يعني الفاعلين من طيب. أجل الخروج يعني من هذا النمط الاقتصاد غير المهيكل. طيب يعني سيدي، مقابل الذي يهدد الاقتصاد، يعني مقابل مختلف الأضرار التي يعني يقودها هذا الاقتصاد الغير المهيكل على والتي تنعكس بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني، يعني مقابل ذلك ما الذي يجنيه المغرب من هذا القطاع الذي يسكت اجتماعيا أصواتا كثيرة تعاني من البطالة؟ إذا بعبارة أخرى، تم اللجوء إلى الاقتصاد يعني غير المهيكل يعني عموما، لأنه يبقى كحل يعني بالنسبة للأشخاص الذين ليس لهم دخل، ليس لهم مستوى دراسي بطبيعة الحال، لأن كل شخص يجد نفسه يعني في العطلة أو في البطالة يتجه يعني إلى الاقتصاد غير المهيكل، خصوصا كما قلت سابقا هناك الهدر المدرسي بطبيعة الحال، عدم توفر على مستوى دراسي معين، يعني يلتجئ يعني الى الاقتصاد غير المهيكل من خلال يعني، ويجب يعني على الدولة يعني تنظيم هذا القطاع بطبيعة الحال من خلال خلق أسواق نموذجية بطبيعة الحال في كل المناطق، وتكوين هذه الفئة بمشاركة البنوك ومنحها مثلا قروض من أجل إخراجها من هذا النمط غير المهيكل بطبيعة الحال، ولو مثلا بفرض رسوم جزئية يعني ك500 درهم مثلا لكل مقاول ذاتي يعني تؤدى في السنة مثلا، وخلق بطبيعة الحال أسواق نموذجية، لأنه مثلا إذا استخلصنا يعني رسم ديال 500 درهم على 4 مليون شخص مغربي، فهناك يعني مبلغ كبير جدا يعني سوف يسخر في بناء هذه يعني الأسواق والأحياء الصناعية بطبيعة الحال، وتمويلها وإخراجها من هذا النمط لا معقول يعني في الدورة الاقتصادية، فهذا نمط غير معقول في الدورة الاقتصادية، خصوصا أننا نرى أن نسبة كبيرة جدا ما تناهز 4 مليون شخص يعملون في هذا القطاع، أما التضريب فيبقى يعني بعد ممارستهم يعني لهذا العمل يعني بصورة منظمة ومقننة طبقا للقوانين لمدة مثلا تتجاوز مثلا 4 سنوات أو 5 سنوات، مع سعر فائدة مثلا بالنسبة للبنوك لا يتعدى 2 أو 3%، لأنها مسألة اجتماعية، وخصوصا أننا نعرف أخيرا بفضل التوجيهات الملكية السامية جلالة الملك محمد السادس نصره الله، أصبحت هذه الفئات جميعها تتمتع بالحماية الاجتماعية، لذلك يجب تمويلها من طرف البنوك، من طرف شركة التأمين، لماذا لا؟ لأنها طيب. يعني تحصل على موارد مالية كبيرة في هذا الباب، لذلك يجب يعني هنا يعني أي آليات يمكنها تحسين وتسريع البيئة المؤسسية يعني والاقتصادية والمالية في سياق تقليص حجم الاقتصاد غير المهيكل؟ أي آليات لذلك؟ يعني الآليات موجودة بطبيعة الحال في الميثاق الجديد للاستثمار، منها مثلا خلق مناطق صناعية يعني في كل الأقاليم لامتصاص البطالة، لأنه لا يمكن القضاء على البطالة، لا يمكن القضاء على الاقتصاد غير المهيكل
بدون الأحياء الصناعية، لأن هي التي تمتص البطالة، لأن هي التي تكون يعني رصيد مالي، هي التي تكون يد عاملة مؤهلة ومدربة. أولا يعني إخراج المناطق الصناعية إلى الوجود كما هو وارد في الميثاق الجديد للاستثمار، وكذلك تفعيل دور المراكز الجهوية للاستثمار في هذا الباب، يعني ليس فقط يعني إنشاء المقاولة وإنما المواكبة، مواكبة المقاولة، وكذلك التدخل يعني في هذا الباب، يعني في باب الاقتصاد غير المهيكل، من أجل إدراج هذه الفئات يعني في صنف المقاول الذاتي أو المؤسسة أو المقاولة الصغيرة جدا، وتمويلها بالقروض من طرف البنوك مثلا. طيب ما الذي ما زال يعني يجعل يعني الأشخاص الذين يستمرون في الاتجار في الاقتصاد الغير المهيكل، ما الذي ما زال يعيق انضمامهم إلى الاقتصاد المهيكل بالرغم من وجود مثل هذه البرامج، برامج المقاول الذاتي إلى غير ذلك؟ بطبيعة الحال يجب تفعيل، يجب أخذ المبادرة من طرف القطاعات الحكومية، من طرف البنك المركزي، من طرف جميع الفاعلين بما فيهم الجهات، بما فيهم الجماعات المحلية، بما فيهم الغرف المهنية، بما فيهم السلطات. يجب إخراج ذلك من خلال جردهم مثلا، أولا جرد يعني جميع الأشخاص في كل المدن كما عملوا مثلا مع السجل الاجتماعي الموحد، مثلا جردهم مثلا كل الباعة المتجولين، كل الأشخاص العاملين في القطاع المنظم، جردهم أولا لتقنين الرقم مثلا هل هو 4 مليون أو 5 مليون إلى غير ذلك، ثم بعد ذلك العمل كما قلت على خلق المناطق الصناعية، على تمويلهم من خلال إنشاء مقاولات صغيرة جدا مثلا كالنجارة، كالألمنيوم، كالإلكترونيك، كالكهرباء بطبيعة الحال، بالمقارنة كذلك مع إنشاء مراكز للتكوين المهني من أجل تدريبهم وتكوينهم ومنحهم القروض، لأن رأس المال هو كل شيء. لا يمكن لهم أن ينشئوا مقاولة أو يستثمروا أو أن يخرجوا من الاقتصاد غير المهيكل بدون رأس مال، بدون أموال، يعني فالأموال موجودة في البنوك، وإن لم تستطع مثلا فتح يعني الاقتصاد المغربي نحو الاستثمار الأجنبي، يعني لاستقطاب استثمارات أجنبية يعني في مجال الائتمان والمصارف في هذا الباب لتمويل هذه الفئات العريضة من المجتمع. طيب أي تسهيلات يمكن الأول. أي تسهيلات يمكن أن تقدمها البنوك في هذا السياق لتشجيع يعني المقاولة الذاتية بشكل أكبر؟ إذا التسهيلات واضحة في هذا الباب، كما قلت يمكن يعني جردهم بطبيعة الحال بتدخل يعني من السلطات العمومية والمراكز الجهوية للاستثمار، وتدخل البنوك بطبيعة الحال أن يكون هنا يعني مناطق صناعية تمنح لهم مثلا وعاء عقاري مثلا لا يتجاوز 200 متر أو 300 متر يعني بأثمان تفضيلية وإن اقتضى الحال، يعني بدون ثمن بطبيعة الحال، لأنهم يساهمون في النسيج الاقتصادي، في النمو الاقتصادي. إذا فالوعاء العقاري الأحياء الصناعية يمكن أن تساهم في الشركات الكبرى مثلا كالشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة. بالنسبة لهؤلاء يمكن أن تعطى لهم هذه المساحات 200 متر أو 300 متر يعني ممارسة هذا النوع من التجارة، وبالتالي تدخل الأبناك من أجل تمويلهم مثلا تمويلا يصل إلى 300 ألف درهم أو 400 ألف درهم بدون ضمانات، لأن هؤلاء الأشخاص لا يتوفرون بطبيعة الحال على ضمانات، وإنما بطبيعة الحال يكون هناك التزام مثلا بين البنك وبين المقترض يعني من أجل تسديد جميع الديون إلى يعني إلى غاية آخر كيمبيالات تسدد إلى غير ذلك. كما يمكن مثلا للبنك أن يقوم مثلا بتسجيل هذه الديون في الأصل التجاري للمقاولة إلى غير ذلك. إذن هناك مجموعة من الميكانيزمات، هناك مجموعة من الآليات لمحاربة الاقتصاد غير المهيكل، يبتدي أولا من الجرد، توفير الأموال، تدخل الأبناك، توفير الوعاء العقاري بدون ثمن كما قلت إن اقتضى الحال، وبدون تضريب من طرف وزارة المالية، لأنه بطبيعة الحال لا يمكن تضريب هؤلاء. طيب هنا يعني وفي سياق حديثنا عن المعطيات الجبائية، يعني ماذا عن التشجيعات الجبائية التي يمكن أن تقدم للمشتغلين في هذا القطاع؟ كما قلت بالنسبة للتشجيعات الجبائية، يعني فوزارة المالية بخصوص المديرية العامة للضرائب يجب عليها مثلا ألا تضرب يعني هذه الفئة من المستثمرين من المقاول الذاتي من المؤسسة الصغيرة جدا، إن أردنا نحن أن ندمجهم في الاقتصاد الوطني، لأنها فئة ضعيفة جدا ما زالت في بدايتها في تطورها إلى غير ذلك. بالنسبة للتضريب، بالنسبة للجبايات يجب إعفاؤهم يعني حسب رأيي لمدة تتجاوز 5 سنوات أو 8 سنوات بطبيعة الحال، وتضريب يعني الشركات الكبرى كما هو معروف في المغرب مثلا. نعم. لا مشكلة في تضريبها أو رفع قيمة الضريبة. أما بالنسبة للاقتصاد غير المهيكل فلا يمكن تضريبه بطبيعة الحال، يمكن فرض رسوم مثلا عليه
كما قلت سابقا يعني 300 درهم او 500 درهم في السنه، لان العديد يعني كبير جدا. الا خدينا 4 مليون يعني الشخص وضربنا غير 300 درهم ولا 400 درهم غادي تعطينا واحد 2 مليار دولار ولا فايته. اذا لا يمكن تضريب هؤلاء وانما فرض رسوم فقط، ومن هذه الرسوم مثلا 2 مليار دولار او 3 مليار دولار يمكن بناء هذه الاسواق النموذجيه، يمكن اقامه يعني جميع المسائل المتعلقه بانقاذ هذا الاقتصاد بطبيعه الحال واخراجه من غير المهيكل الى القطاع المنظم. فالجبايات لا يمكن الحديث عنها، لا يمكن تضريب هذه الفئات بتاتا، لان فئات هشه ما زالت يعني في طور الطريق في طور يعني الاستثمار، ويعني الغرض وهو اجتماعي، الغرض هو اجتماعي بطبيعه الحال، وهو اخراجها من مساله غير منظمه الى مساله منظمه ومقننه قانونا بطبيعه الحال. طيب يعني لا يمكن الحديث عن الجبايات في هذا الباب بتاتا يعني حسب رايي كباحث في هذا المجال. طيب الان يعني سيدي يعني العديد من الممارسين في القطاع المهيكل يتجهون الى القطاع الغير مهيكل او يهددون بالتوجه له، خاصه بعد التعديلات الضريبيه الاخيره على اصحاب المهن الحره، يعني بسبب معدلات الضريبه التي يرونها غير متوازنه، كيف يمكن حمايه الممارسين ضمن القطاع المهيكل من اللجوء الى القطاع غير المهيكل؟ إذن كما قلت سابقا وكما يقال في علم الاقتصاد ان كثره الضرائب تقتل الضريبه. بالنسبة للقطاع المنظم مثلا الاقتصاد المنظم لا يمكن الرفع حاليا من الضرائب حسب رأيي، لأن هناك أزمة اقتصادية عالمية، هناك أزمة داخلية مثلا أزمة اقتصادية، أزمة يعني اقتصادية جراء الحرب الروسية الأوكرانية، جراء داء كورونا، هناك نزاعات يعني استراتيجية دولية. لا يمكن الرفع من الضرائب حاليا خصوصا بالنسبة للمقاولة المتوسطة والصغيرة جدا، لأن هناك كما قلت أزمة عالمية. إذن فالحلول بالنسبة لانتعاش خزينة الدولة يعني هناك حلول أخرى، لأن كما قلت سابقا الضريبة يعني كثرة الضرائب تقتل الضريبة، لذلك لا يجب الرفع حاليا من الضرائب. فيمكن مثلا الرفع من الضريبة بالنسبة ل 500 شركة مثلا مغربية تحقق رقم معاملات كبير جدا، خصوصا شركات التأمين والبنوك التي تحقق يعني ملايير الدراهم يعني حسب النتائج التي يعطيها مراقبو الحسابات لهذه الشركات كل سنة. إذن بالنسبة للقطاع غير المنظم، بالنسبة عفوا للقطاع المنظم يعني حسب رأيي لا يجب تضريبه خلال هذه السنة وكذلك السنة المقبلة، لأن هناك تضخم عالمي، هناك أزمة اقتصادية عالمية، هناك ارتفاع يعني الأسعار إلى غير ذلك. لأنه إذا أخرجنا القطاع المنظم مثلا وأصبح غير منظم بطبيعة الحال سوف يزداد على 4 مليون شخص أو 5 مليون شخص، وهناك تكون الكارثة بطبيعة الحال. يعني فالحلول بالنسبة لي يعني وزارة المالية ليس في التضريب، يعني في انتعاش خزينة الدولة، لأن الضرائب ليس هي كل شيء. يعني البحث يجب عن حلول، يعني تعزيز ميزان الصادرات، تشجيع المقاولة الصغيرة والمتوسطة جدا، مثلا البحث عن مصادر الطاقة، البترول والغاز في المغرب بطبيعة الحال، محاربة الغش الضريبي تقريبا 1 مليار يعني دولار سنويا من الغش الضريبي، يعني الرفع من الرسوم الجمركية بالنسبة للواردات التي يعني نحن لسنا في حاجة إليها. يعني هناك مجموعة من الميكانيزمات بطبيعة الحال لإنقاذ القطاع المنظم كذلك، والبحث عن الوسائل يعني البديلة للرفع من مالية خزينة الدولة. أما الاقتصاد غير المهيكل فلا يمكن تضليل. يعني في ظل هذه الأزمة يعني الاقتصادية العالمية الخانقة اليوم، أي استعجالية للمغرب وأي برامج استعجالية وخطوات استعجالية يجب أن يتخذها في المقبل من الأيام من أجل إسراع بدمج هذا القطاع الغير مهيكل ضمن القطاع المهيكل؟ إذا بالنسبة لدمج كما قلت القطاع المهيكل ضمن الناس الوطني يجب الحال يعني تمويل هؤلاء الباعة المتجولين، تمويل هؤلاء الأشخاص من خلال كما قلت خلق أسواق نموذجية، خلق فرص عمل من خلال المقاول الذاتي، من خلال المقاولة الصغيرة جدا. مثلا يجب على المراكز الجهوية للاستثمار ألا تبحث يعني فقط عن استثمارات يعني أجنبية أو استثمار داخلي، وإنما هيكلة كذلك هذه القطاعات، هيكلة الاقتصاد غير المهيكل داخل النسيج الاقتصادي، بتوفير كما قلت الأموال، بتوفير الوعاء العقاري، بتوفير المراكز يعني المهنية للتكوين،
بطبيعة الحال خلق مناصب شغل، ولكن مناصب شغل لا يتجلى إلا من خلال المقاولة المنتجة، من خلال المقاولة الصغيرة جدا والمتوسطة، حتى يمكن أن تدمج في النسيج الاقتصادي ومحاربة يعني البطالة. لذلك يجب على الفاعلين كما قلت سابقا في هذا الباب بما فيهم يعني البنوك، بما فيهم القطاعات الحكومية، بما فيهم يعني جميع الفاعلين، بما فيهم يعني الغرف المهنية، الجماعات المحلية بطبيعة الحال، السجام إلى غير ذلك، كلهم يعني يجب أن يأخذوا يعني مأخذ الجد يعني هذا الاقتصاد غير المهيكل وإدماجه في الاقتصاد الوطني بطبيعة الحال، انطلاقا من محاربة الهدر المدرسي وجودة التعليم وخلق المناطق الصناعية وتمويل يعني المقاول الذاتي كما قلت لمدة 5 سنوات أو 10، وباستعفاء فائدة لا يتجاوز 4%، وعدم تضريب هذا القطاع نهائيا لأنه قطاع حديد يعني لا يمكن تضريبه، فهو كما نقول نتمنى أن يخرج إلى الوجود، لذلك لا يمكن تضريبه. إذن لذلك يجب على الدولة بالنسبة لانتعاش خزينة الدولة، يعني هناك مسائل يعني ضريبية أخرى يعني البحث فيها، مثلا كاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، كخلق يعني موارد مالية أخرى بالنسبة للدولة حتى تنتعش. أما تضريب القطاع هذا يعني القطاع غير المهيكل فهو غير مقصود يعني ولا يجب أن يتم بتاتا. وبالنسبة للاقتصاد يعني المنظم كما قلت سابقا لا يجب تضريبه أو الرفع يعني في الزيادة من الضرائب خلال هذه السنة والسنة المقبلة، لأن هناك أزمة عالمية اقتصادية بطبيعة الحال. نعم، إذن نشكركم جزيلا على كل هذه التوضيحات والمعطيات. كنتم معنا ضيفا السيد عبد المالك مقور الأستاذ الجامعي والمتخصص في قانون الأعمال والاستثمار، شكرا على حضوركم معنا. نشكركم أيضا مشاهدينا على طيب المتابعة، في أمان الله.